لو حابب تتفرج على ملخص اول حلقتين هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بعد ما ياسين خد العربيه قعد يلف بيها وما كانش عارف يروح فين، وامه من القلق ما جالهاش نوم ونزلت تلف عليه في الشوارع لحد اما لقيته ياكن العربيه على اول الشارع ونايم جواها. وتاني يوم الصبح اطمنت ان يرجع البيت، فنزلت تتكلم مع كريم اللي ينت عليه اكتر من مره وهو كان مشغول فما كانش معبرها. فدخلت عليه العياده وقالت له انت ما بتردش عليا ليه وليه بتتصيف من دماغك؟ ما قلتليش ليه انك اتكلمت مع ياسين؟ قلت له ايه بقى وقال لك ايه؟ قال لها ما لحقناش نتكلم اصلا، وانا قلتلك من الاول اني شاكك ان هو، بس انت ما صدقتنيش وزعلتي، ولما كلمته قلت له سيبك من لعب العيال ده وتعالى نتكلم ياجل ياجل. فشي قالت له بس خلاص لحد هنا، احنا مش هينفع نكمل مع بعض، انت من ساعه ما دخلت حياتي وحياتي باظت وسابته ومشيت. وفضلت حوالي يومين تحاول تصالح في ياسين ابنها وتكلمه، بس هو ما كانش بيعبرها ولا كان بيكلمها حتى. وراح اشتكى لجده وقال له على اللي حصل، فجده سأله قال له انت مش واثق في امك؟ قال له طبعا واثق فيها يا جده. قال له امك استحالة تعمل حاجة غلط، الغلط اللي بجد انك تفتش في تليفون امك، وسيب لي الموضوع ده انا هتصيف فيه. وشي ما كانتش عايفة تعمل ايه، ومتضايقة جدا وزعلانة ان ياسين ما بيكلمهاش. فصاحبتها اقترحت عليها تنزل تغير جو، وفعلا شي راحت لصاحبتها لقت كريم مستنيها وهو اللي كان متفق مع صاحبتها على كده. واول ما شي دخلت قال لها على طول كده انا عايز اتجوزك، قالت له خلاص ما بقاش ينفع وسابته ومشيت. وتاني يوم حاولت تتكلم مع ياسين بس هو قال لها انا مش فاضي، بس هي قالت له لا لازم نتكلم وشرحت له الموقف وقالت له خلاص الموضوع ده انتهى خلاص وعايزاك تسامحني. ما انا ياما سامحتك زمان لما كنت بتعمل بلاوي قد كده. وفعلا سامحها وهي كانت مبسوطه بكده جدا، وكمان عملت له الباميه اللي هو بيحبها ووقفت طول النهار في المطبخ تحضيها. وقالت لي ياسمين ما تاكليش بره النهارده هناكل كلنا مع بعض. فياسمين قالت لها بس انت عارفه يا ماما اني ما بحبش الباميه، فسابتها ومشيت. والاوضاع اتصلحت بينها وبين ياسين ابنها وبقوا زي السمنه على العسل، وكمان خدته ودته السينما وعملت له كل اللي هو عايزه. وكريم طول الوقت ده كان بيحاول يكلمها بس هي ما كانتش بتعبره، وفعلا كانت ناوية انها تقفل الباب ده خالص. حتى لما صاحبتها قالت لها يا بنتي ياسين بكرة يتجوز ويسيبك، وياسمين بكرة تتجوز وتسيبك، ليه ترفضي انك يبقى ليكي حد يونسك في وحدتك؟ بس برضو شي ما كانتش موافقة لحد اما ابوها قعد معاها واتكلم معاها بالعقل وقال لها لو كريم ده راجل كويس وعايز يتجوزك ليه ترفضيه؟ ما تديله فرصة. ساعتها قامت كلمت كريم وراحت قابلته، واتفقوا انهم فعلا لازم يتجوزوا ويبداوا يتعرفوا على عائلات بعض. وهو خدها عرفها على اخته، وهي حددت له ميعاد مع ابوها، وابوها قعد معاه واعجب بيه وحس انه راجل محترم وابن ناس وما يتعيبش، وابوها كان موافق عليه وكل حاجه كانت ماشيه تمام. وهي طلبت من ابوها انه يجيب ياسين ويحاول يقنعه بما انه بيسمع كلامه وكده، وهي هتستخبى في المطبخ. بس شي كانت خايفة وقلقانة جدا من يد فعل ياسين، وكان ليها حق تخاف لان ابوها ملحقش يكمل كلامه ولسه بيقول لياسين انا قابلت كريم اللي متقدم لامك واكتشفت انه شخص كويس وابن حلال. قام ياسين وقف وقال له هو ده اللي جايبني عشانه، وقعد يزعق ويعلي في صوته ويقول له جايبني تقنعني اني اوافق ان امي تتجوز واحد غريب؟ ناقص تقولي ان امسك لها الطيحة في الفرح. فجده حاول يهديه ويقول له اتكلم بادب يا ولد انت. قال له ادب ايه انت خليت فيها ادب، انت جاي تقنعني انك ايه يل؟ ساعتها جده اتنفس جدا وامه فتحت باب المطبخ وبصت لابنها بغضب جدا. قام ياسين قال لها وده بقى عن حب ولا تصليح غلطه؟ فجده قال له انت هتلم نفسك ولا اجي ربيك من اول وجديد؟ فياسين قال له والله كنت ربيت بنتك اولى بدل ما هي ناويه تخيب بيتها عشان تنام مع واحد غريب. امه قالت له اخيص. فياسين قال لها للدرجه دي خلاص هتموتي عليه ولا هتموتي ليه؟ الله اعلم ايه اللي حصل بينكو، ما انت مسجلاه مسمونة وبتمسحي الشتمه بينكو، والله اعلم كنت بتبعتي له ايه. فامه بدل ما تديله 33 قلم على وشه قالت له اطلع بره، وجده كل اللي قاله له يا حيوان. وبتخلص على كده الحلقه الخامسه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تعبتني في كومنت عشان ابطل.